السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقطع سابق قلنا الإنسان اللي ولا سيما الشباب اللي غادي للخارج أوروبا أمريكا إلى آخره، قلنا تكون عنده واحد ديبلوم أو شهادة أو حرفة أو مهنة، تكلمنا على داك الشيء. الآن جاتك الكونترا اللي هو عقد العمل جاك، فكتكون واحد الفسحة، كيكون باقي لك واحد شوية الوقت، فمن الافضل كنصيحه تدوز البيرمي. خاصك يكون عندك واحد رخصه السياقه، الا كانت عندك رخصه السياقه كتولي عندك الادماج معهم سهل جدا. ايضا افتح واحد الكونت في احد الابناك، ملي كتسافر كينفعك، كتكون واضع فيه المال ديالك وكينفعك. الا مشيتي مثلا لواحد الدوله اوروبيه وبغيتي تفتح كونت، ما يبغيوش لك. مثلا خدينا واحد البنك عندنا هنا في المغرب وعنده فرع في اوروبا، يتلقى مشاكل، فافتح هنا، القضيه سهله، افتح الكونت هنايا ويكون عندك واحد المبلغ مالي ملي تمشي. ما تعولش تقول راه عندي اختي ولا جده ولا خالي ولا عمي، اللي يكون عندك واحد المبلغ معتبر، ربما تكري به تاكل بيرة غادي عند الاصدقاء او الاقارب، ولكن راك تصطدم بالواقع المالي، ربما حتى واحد ما يتقبلك ولا يتقبلوك واحد الاسبوع او اقل وما يبقى يصدروك كما كنقولوا. فتكون عندك واحد المبلغ اللي تقضي به، وملي كتلحق البلاد الغربه راك انت في المغرب جو اخر، راك تمشي لواحد الجو مناخ اخر، راه لابد غادي يضرك راسك وغادي تمرض وتبدل عليك الجو وكذا، ما تخافش تماك يمكن لك تزور الطبيب او صيدلاني او شوف كيفاش التعاون بالمكملات الغذائيه، تعاون بالفيتامينات، طلع بين من دامجتي وتاخذ واحد الراحه ديالك وسول، ماشي غادي مقرم وكذا. فالانسان يكون على بال وتفادى واحد القضيه. لاحظت عاد بعضين كيجي الكونترا كيخطب كيمشي، لا تخلي السيده معلقه وغتخطب وتمشي، ربما تمشي هي تبدل لك الحال، ربما تلاقى مع شي وحده اخرى، راك لا سير قضي حاجة وجمع راسك وكذا، وملي ترجع على خاطرك وقضي الغرض. فهاد القضية كتبان شوية ناقصة.